طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم آه الاخوه المتابعين الحاضرين الدوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه تحيه وسلام خالصين ورمضان كريم عليكم وتصوم وتفطر على خير ان شاء الله وربنا يرفع البلاء والغلاء عن البلاد ان شاء الله آه دوره الريسك مانجمنت بروفيشنال سيرتيفيكيت من شهادات ال او المعهد الامريكي لاداره المشروعات وهي تعتبر جزء من المتخصص من البي ام بي مساق مختلف لانها مهمه ومهمله في نفس الوقت فان شاء الله هنضيف قيمه مضافه للناس طبعا الكورس في في زي بروباغندا كده انه موجه للانجنييرز بس ودي حاجه غير صحيحه البروجكتس في كل المساقات موجوده في كل العلوم موجوده والريسك برضه في حياتي اليوميه موجوده فالكورس ده موجه ل لكل التخصصات محاسبه اداره طب و كل الـ كل الـ كل الافرع بالإضافة للهندسه الهندسة والآي تي بالتأكيد باعتبار إنه الآي تي هو ال ال الجسم ال البي إم بي أساساً هو اسم الآي تي انفورميشن تكنولوجي على أي حال ااا آه, نحن حنبدأ في ال الريسك فأنا قلت نشوف إذا الحضور وضعه شنو ونبدأ إن شاء الله على بركة الله أتمنى إنه يكون الصوت يكون واضح يا شباب احب ان الصوت يكون واضح لانه اذا ما كان واضح حتكون مشكله طيب آه انا حابدا بمقدمه تعريفيه عن ال عن ريسك مانجمنت وكذا نبدا طبعا الكورس ده بـ 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 برعايه كريمه من باحثين سودانيين دكتور انوار وبرضه باشمهندس مصطفى جعفر وبرضه بمبادره كريمه من مركز نيوتن للتدريب على اساس انه نحن في رمضان ومع الكارانتين كيس بتاعنا ده نقدر نستفيد ولو من معلومه جديده او ناكد المعلومه موجوده عند الناس. بالنسبه لنا نحن حاليا حنقوم نشوف نحن حنتكلم عن شو ليه نحن نتكلم عن الريسك مانجمنت. الفائده شنو من الريسك مانجمنت؟ دي تفاصيل نحن هنخوض فيها بالتفصيل عشان نقدر نطلع بمنهجيه معينه ومنهجيه معتمده من البي ام اي من المركز الامريكي ده انه نحن ممكن من خلال المنهجيه دي نصل لمشروع بنقلل فيه نسبه الـ 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 الريسك لاقل درجه ممكنه وحنفهم يعني شنو ريسك ويعني شنو ريسك مانجمنت ويعني شنو ستيك هولدر اتيتيود هنفهم تفاصيل كثيره جدا جدا انا همام محمد الماحي مهندس كهرباء خريج جامعه ام درمان الاسلاميه 2011 آه يعني حجيري صرت كبير انا اوكي آه عندي ام بي اي من جامعه العلوم والتقانه وكان التخصص عن الـ عن البروجكت مانجمنت نفسه بعد ذاك توجهت لل بي ام بي اساس انه يعمل زي ما بيقولوا كولابوريشن بين الاثنين بين البروجكت مانجمنت في الـ في الام بي اي ومع المنهجيه الامريكيه وتخصصت في الريسك مانجمنت نوعا ما على اساس انه يعني في زي ما بقولوا ميول تجاهها عندي برضه سيرتيفيكيتس عن الاتش اس سي للشغل الشغال والصيانه اللي هو اتش اس سي ادفايزر كيو اتش اس سي ادفايزر هنا في سلطنه عمان وعندي ايوش ايضا يعني نيلت فرصة إنه أسافر للهند في برنامج آيتك مشهور من البرنامج ده بتقدمه السفارة السودانية لل للسودانيين أخذت فيه كورس بتاع Renewable انرجي طبعا دي, 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 دي المساق المستقبلي إنه الناس تهتم بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المجددة عموما برضو لقيت فرصة ثانية في جمهورية الصين الشعبية في لانجو بعيده من ووهان يا اخوانا الكلام قبل قبل سنتين برضو بيتكلم عن السولر اند وينت انرجي تطبيقاته كنت شغال يا اخوانا في الكهرباء والجدير بالذكر انه كنت من التيم اللي بيقطع الكهرباء من الناس للاسف يعني لكن يعني ربنا تابع علينا وخلينا الشغله دي وصراحه ما كنت اللي انا كنت برجع الكهرباء لكن الناس اللي بيقطعوا الكهرباء انا بعرفهم كلهم يعني ناس محمد المرتضى وناس مجموعة الجميلة ممكن نحن نتكلم في الموضوع ده أه ليتر حاليا شغال في سطن عمان في منطقة اسمها منطقة نزوة أه ك سي ادفايزر نحن يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان احنا اللي قدام حيكون في ضرب امثال وحيكون في تفاصيل كثيره عن انه كيف الريسك ده حنقدر ان احنا نحجمه كيف الطرق والوسائل اللي هنستخدمها الكورس بتاعنا عشان ما ما ناخذ زمن كثير في 10 مساقات انا دائما هخلي المحاضره بتاعتنا بزيد من ساعه عشان رمضان اول حاجه ويمكن الناس عندها بيت انفستمنت في الوقت بتاعها بالليل فنحاول ناخذ المجموعه دي المعلومه في في فتيل زي ما بيقولوا ف حيكون في انترودكشن عن الموضوع البي ام اي والسيرتيفيكت بتحصل عليها كيف عدد الاسئله هل هي صعبه سهله البروباجندا حقت البي ام بي ذاتها جاي من وين ليه البي ام بي ده مشهور كده وكل الناس بي ام بي بي ام بي بي ام بي وحنعرف انه حاليا عدد الناس السيرتيفايد بي ام بي وصل مليون فافتكر انه الشهاده ماشيه انها تفقد جزء من قيمتها يعني خصوصا انه طبعا في اسئله تسربت في كلام كثير عن الموضوع ده ممكن تتابعوا السوشيال ميديا تديكم معلومات اكثر حنتكلم عن الديفينيشن حق الريسك مانجمنت انه معناها شنو تعريفاته تخصصاته مستقبله وهكذا حيكون في برينسيبلز اند كونسبتس عن موضوع الريسك مانجمنت حيكون في البروسيسز حقتها طبعا جدير بالذكر هنا انه نحن بنتكلم عن ال عن الاديشن 5 الاديشن السابق للبي ام بي وبنتكلم عن اديشن نوعا ما اولد شويه في موضوع الريسك مانجمنت المفروض يحصل ابديت لكن حيتاخر لحد منتصف السنه القادمه يعني 2021 يمكن يحصل ابديت لكن مع الكوفيد 19 ده ما معروف يحصل شنو فنشوف وحديكم ال الحا... مقدمه عن انه وين قاعد الريسك مانجمنت فيما يتعلق بالبروجكت مانجمنت وهل البروجكت مانجر هو ريسك مانجر نفسه وهل هو هو الريسك مانجر هل هي وظيفه منفصله عن البروجكت مانجر وهل ممكن يكونوا النفرين شغالين نفس الشغل او كده المغالطات دي حنتكلم عن البروسيسز حقه الريسك مانجمنت اللي هي البلاننج بتاعها الايدنتيفيكيشن يعني كيف احنا نعرف انه دي ريسك وهل هي ريسك حقيقه ولا ده شيء ومشكله ولا ايش التصنيف حيتم كيف انه هل الريسك ريسك وهل الريسك ده هو نيجاتيف بس هل في بوزيتيف ريسك واسم شنو البوزيتيف ريسك ده مش شنو نيجاتيف ريسك التسميات حقته اوكي وهنتكلم عن الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف ريسك مانجمنت البروسيسز دي فيما يتعلق بالنوعيه والكميه نقول يعني ال الكميه ولا النوعيه حنفهم هنا ال ار ام بي بيشرح المفهوم ده كيف والتفاصيل الداخله في التولز والتكنيكس لان دي اصعب حته في ال في الريسك مانجمنت اوكي حنتكلم في الاخر عن الريسبونسز نحن هنرد كيف يعني هنتعامل كيف مع الريسك لما نلقاه حنتكلم عن الكنترول للريسك دي اثناء ما احنا شغالين في المشروع في اللايف سايكل هنعرف ايش اللايف سايكل برضو. القيمه المضافه للكورس ده انك حتفهم كيف ممكن تتعامل مع المخاطر حتلاقيك مستقبلا بمنهجيه علميه يعني يعني مش بقول لك انت عشان تقدر تصل لهدف معين لازم تاخذ ريسك فانت لازم تاخذ ريسك دي حقيقه لكن الريسك ده لازم يكون محسوب احنا هنوريك هتحسب الريسك ده كيف فان شاء الله مع بعض نصل ل نصل لنقطه نتفق عليها آه زي ما قلت الزمن حيكون ساعه حنقوم نحاول ندي فرصه للاسئله بعد نهايه الكورس او بعد نهايه المحاضره عفوا او ممكن في النص ندي ندي مساحه للناس تسال في جروبات بتاعت واتساب ممكن الناس تتناقش فيها ليتر on ويكون النقاش اكثر رحابه لانه زمن زمن اللايف ما ادري انه يكون طويل وطبعا حتسجل اللايف ده حيكون في ريكورد ممكن يكون اوبن سورس للناس حتى الداتا دي انا رسلتها للناس على اساس انه اوبن سورس اي زول عايزه اي زول عايز يشتغل بها اي زول عايز يضيف على يعدل على اتس اوبن سورس لاي زول ممكن ياخذها حتى الداتا الموجوده عندنا فيما يتعلق بالكتاب بالامتحانات القديمه بالتفاصيل دي كلها هنديها للناس وحنشوف في الجاي طيب ممكن نتقدم شويه نشوف نخش للكورس بتاع الليله لكن قبل ده خليني انا اقوم افهمك الريسك مانجمنت قاعد وين في البي ام بي شوف دي حاجه مهمه جدا جدا فانت لو فهمت لي الاصلاح الجاية ده المطره الجايه لو فهمتها انت كده هتقوم تصل لبر الامان وحتمشي معاي لقدام في موضوع الريسك مانجمنت بسلاسه خليني اشوف انا ده اشرح شنو ركز معاي في الجدول ده الجدول ده قاعد صفحه 64 في البي دي اف بتاع البين بوك الاديشن الجديد اديشن 7 ما مهم انت اي اديشن فتحته اتس اوكي okay. لكن ركز معي حاليا خلي الاديشنز كلها ركز معي حاليا في في, الجدول ده الجدول ده بيظهر بي بي لك البروسيسز حقه البي ام بي اوكي زي ما قلت هو عادي اكرر انه الكورس ده ما موجه للمهندسين ولا موجه للبروجكت مانجرز بس انت ممكن تبقى ريسك مانجر من هنا تكون نقطة انطلاق تبدا على نفسك من هنا طبعا ما هقول انك انت لو اخذت ريسك ار ام بي سيرتيفيكيت معناها خلاص يولا ريسك مانجر انت على الورق يس ريسك مانجر لكن هل انت عندك الخبره الكافيه والدرايه الكافيه عن انك كيف تدير, تدير الريسكات حقت المشروع هل انت ريستيك حقيقي ده بيتبني على الديفلوبمنت بتاعك الدي day day okay. باي دي ورك اوكي فنشوف البروسس دي البروجكت مانجمنت بروسس جروب اند نوليدج areas. الجدول ده انت كان فهمته حتقدر تخش البي ام اي من اوسع ابوابه. وركز معي وما محتاج تكون متخصص في اي مجال عنده علاقه بالهندسه او عنده علاقه بالاي تي او ايا كان، لكن اللي عندهم مجال علاقه بالمجالات دي حيفهموا لانه ده ده شغلهم يعني. طيب شوف النولج اريا او الجزء الشمال من الجدول ده. خليني اجيب القلم. الحته دي ما اعرف اذا ظاهر عندكم. دي نولج اريا، اوكي؟ في كمية بتاعت نوليدج اريا هنا قاعدة. اوكي. سوري سوري. النولج اريا دي يا شباب فيها السكوب مانجمنت. اوكي يعني فيما يتعلق بالسكوب. حط 64 فيما يتعلق بالسكوب يا اخوان. فيها ما فيما يتعلق بال بالتايم او الشدول. فيما يتعلق

فهمت علي؟ تاني في تكنولوجي ارياز في منه في البروكيورمنت وفي الستيك هولدر طيب نتكلم عن كل واحده منهم في عجاله كده عشان شنو؟ تكون فاهم أنا بعمل في شنو؟ طيب خلي الانتجريشن اخر حاجه السكوب يعني شنو سكوب؟ سكوب ببساطه يعني الشغل عايز اعمله شنو؟ هل هو عماره كوبري؟ هل هو مصل علاجي؟ هل هو دواء؟ هل هو مشروع بتاع اي تي سوفت وير؟ عندك تطبيق بتاع اي بي كي في اندرويد عايز تعمله؟ هل هو كده؟ ده هو السكوب بتاع الورك تجي تفاصيل ثانيه كثيره عندك السكيدول دي الجدولة حقه المشروع انت بعد ما تعمل تعمل السكوب حتقسمه لمنو قسمه لاكتيفيتيز لنشاطات النشاطات دي عندها جدول زمني لانه في تعريف البروجكت انه مجهود عنده زمن بدايه وزمن نهايه فلازم يكون في جدول للمشروع فدي السكيدولينج مانجمنت عندك الكوست طيب اي مشروع عنده تكلفه التكلفه دي لازم تكون عارف تفاصيلها اي اكتيفيتي عنده كم قروش مال يعني قروش يعني فالحاجه دي انت المفروض تحسبها حساب دقيق ليه؟ الفساد بيجي هنا يا اخوان الناس بيخطوا طواقي ناس اللي بيسموهم منو النجارين والمقاولين بيخط لك انه الاكتيفيتي ده كده يقوم يخط ربحه بيخط لك طاقيه كده بيه فوق وتفاصيل كده يعني ما انزل الله بها من سلطان الكوست مانجمنت بيدي اي اكتيفيتي قيمه معينه وبراقب القيمه دي اوكي okay. عندك الكواليتي مستوى الجوده في الـ في الاكتيفيتيز دي مستوى الريسورس المحتاجه لها اذا كان هيومن ريسورس اذا كان اي نوع من الريسورسز الثانيه ماتيريال اكويبمنتس دي كلها ريسورس الناس اللي اشتغلوا برايمفيرا عندهم بيكون عندهم فهم للحاجه بتاعت الريسورس دي عندك الـ Communication Management، مانجمنت Communication برضه مهم التواصل لازم يكون في خطه موضحه للتواصل المشاكل حقت ما رسلت لي ايميل ورسلته لي كنت ما شفته وعمل سي سي مدير والكلام ده كله جاي من وين؟ جاي انه البلان حقت الكوميونيكيشن ما واضح يعني انت لما بيكون عندك الكوميونيكيشن مانجمنت ما موضح انت المفروض ترسل الريبورت لمنو و200 يعني هو وونت وات وين الحاجه اللي انت ما عارفها معناته مع انت ما عندك كوميونيكيشن بلان دي بيعم... دي بيدوك اول ما تتعين في المؤسسه اول ما يقول لك في مشروع بيقول لك يا اخي انت مفترض كل شهر يكون عندك ريبورت للبروجكت مانجمنت بعدين تكون عارف الليفل او المستوى حق ال... حق التواصل بتاعك مستوى التواصل بتاعك ده هو ال... هو ال... اللي بيفرق طيب هنقوم تاني نشوف شنو هنقوم نشوف الريسك مانجمنت اللي هو بيتعلق بكل الجماعات كلهم اي اي اكتيف اي نولج اريا هنا فيها ريسكات الريسك مانجر بيقوم بيشوف التفاصيل دي الريسكات في السكوب شنو؟ طيب فور اكزامبل عندي ريسك في السكوب انه ممكن السكوب ده يتغير انا قاعد اضرب مثل بالبيت مثلا في بيت في حيبني بيت جديد فالبيت الجديد ده الزول ال ال المؤثر فيه منه المالك حقه صح؟ لكن انت كبروجكت مانجر المفروض تفهم انه زوجه الاسبونسر ده من الستيك هولدر اللي حيأثر على قراره ممكن تقول لك لا الشباك ده ما هنا هنا او ممكن تقول لك لا انا ما عايز الباب ده هنا يكون هنا وهكذا دي حتغير لك في شنو؟ حتغير لك في في السكوب حق حق المشروع حزيد لك في الزمن حزيد لك في التكلفه وانت ده كله المفروض تكون حازم من الاول بالخبره حتقوم تفهم الريسكات دي اوكي؟ في الكوميونيكيشن حيكون في ريسكات الكلاشز او المشاكل اللي بتحصل بين الناس بسبب الكوميونيكيشن رسلت لي وما رسلت لك بسبب الريسورس انا زول ده زولي دا زولك. لا لا انا عايز ده في التيم انا عايز الحفاره دي في الزمن الفلاني انا عايز السوفت وير ده انا عايز وهكذا دي كلها الريسك مانجمنت المفروض يكون فاهمه قبل ما تحصل اوكي في البروكيورمنت او هي التعاقدات الطريقه حقت التعاقد يا شباب لازم لازم الريسك مانجر يكون جزء منها عشان يفهم انه نوع التعاقد ده نوع شنو وهل التعاقد ده حيأثر على مستقبل المشروع ولا ما حيأثر على مستقبل المشروع وهل هل نحن محتاجين نعمل تعاقد عشان نقدر نجيب بنفت معينه ولا ما ممكن نعمل حاجه التفاصيل دي حتكون محسوبه في الريسك مانجمنت واخر حاجه عندك الستيك هولدر مانجمنت تعريف بسيط للستيك هولدر لانه حنتكلم عنها تفصيلا انه هو اي زول بيأثر او بيتاثر بالمشروع بتاعك ده سلبا او ايجابا ده اسمه منه ده اسمه الستيك هولدر فانا عايز 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 الناس تخلي المفاهيم دي معاها قبل ما نقوم نمشي لقدام البروجكت بروسيس جروبس دي شنو اي مشروع في الدنيا عنده شنو عنده انيشيشن او الانشاء حق المشروع وعنده بلاننج لو لاحظتوا البروجكت مانجمنت كله بلاننج اي شيء بتعمل له بلان قبل ما تبدا اي حاجه فعندنا بلاننج في كل البروسيس النولج اريا بعد ذلك بتبدا اكسكيوشن او بتبدا سكيوتنج تبدا تنفيذ في هذه الـ الـ الخطه اللي انت عملتها اثناء ما بتنفذ بتكون مراقب المتغيرات الحاجه تغير شنو الترندات الفيرينس وهكذا واخر حاجه تعمل كلوزنج فده هو البي ام بي اللي قاعدين والناس وقاعدين بيه عباره عن 10 نولج ارياز و5 بروسيس جروبس عندها عندها ماتريكس فيها تفاصيل في الداخل الكتاب بعد ده بيتكلم عن التفاصيل الداخليه دي انا هعمل شنو في الكورس ده انا هقوم اشيل لك إن مرح داشه دي اسمها ريسك مانجمنت افصل لك تفصيل في الكورس ده ان شاء الله تكون المعلومه كده وضحت الحاجه دي انا هقوم اقدمها لك كده في في في, في سندوتش صغير كده تاكله وانت بتسحر بيه فخليك معايا متابع ونشوف باقي الاستاذات حقتنا آه ان شاء الله لو يزور عنده سؤال ممكن يضيف السؤال بتاعه للتعليقات في الفترة انا هفتح فيها هفتح فيها الاسئلة طيب نمشي طوالي للانترودكشن بتاعتنا المحاضرة حقت الليلة جميل طيب المحاضرة حقت الليلة فيها مساقات معينة أول حاجة هنعمل ديسكريبشن risk مانجمنت هن, هن, هنفصل الشهادة عبارة عن شنو بيتحصلوا عليها كيف الطرق بتاعتها شنو هنشوف إنك هل أنت مؤهل إنك تأخذ الشهادة دي ولا ما مؤهل إنك تأخذ شهادة وأطمنكم كلكم مؤهلين هتاخدوها إن شاء الله إذا أنت عايز تأخذها يعني وإنت إذا ما عايز تأخذها تأخذ الشهادة فـ إتس اب تو لكن النولج هيكون عندك عندك المعلومة وده اللي بيهمني هنا استحالي حنقوم نفصل في السيلابس حقتنا حنقوم نشوف الدومين في حاجه اسمها الدومين او المساقات حقت حقت الشهاده او حقت الاسئله حقت حقت الار ام بي حنشوف ايش دومين وحنشوف ايش شنو ونسبه توزيع الاسئله في الـ في, الـ في الامتحان حنعرف التايبس اوف ريسك حنعرف انه عندنا تو تايبس اوف ريسك عندنا بزنس ريسك اللي هو بنتكلم عنه حاليا وعندنا حاجه ثانيه اسمها البيور ريسك اللي هو ده الشغل بتاع ناس ال HSE أو ال Health and Safety and Environment فحنشوف التايبس Types حقت دي وبنتعامل معاها كيف حنشوف برضو الستيك Stakeholder Risk Attitude الستيك Stakeholder زي ما عرفتها قبل شوية إنه دينا الناس بيأثروا على المشروع سلبا أو إيجابا الناس ديل عندهم Attitudes معينة طيب يعني شنو تجوز معينة؟ انت بتتكلم انجليزي كثير يعني يعني السلوك حق الـ حق الستيك هولدر طيب يعني شو السلوك حق الستيك هولدر ما تسوق ساي. طيب المشروع ده عنده سبونسر صح؟ السبونسر ده عايز حاجه معينه تحصل له طيب انا المفروض افهم الزول ده عنده مستوى معين بتاع ريسك هو بيتقبله اكثر من كده ما عنده ما بيقدر ما بيقدر يتقبل لك الحاجه يعني يقول لك يا خص معنا المشروع بتاعي ده سقف السقف المالي حقه ما يفوت لي 2 اه مليار بس طبعا 2 مليار دي بتعمل حاجه تقريبا فالمهم فور اكزامبل انه 2 مليار فانت حاليا عندك حاجه اسمها ثريس هولد حنتكلم عنه عشان ثريس هولد عندك حد معين اكثر من كذا الزول ما بيتقبل لك دي اسمه ريسك اتيتيود حنتكلم حنفصل عن ريسك اتيتيود يعني شنو عشان المفهوم بتاع ريسك اتيتيود ده من خلاله بقدر بعمل ريسبونس الرد على الريسك لما يجي ريسك هتعامل معه كيف ما بتعامل معه على كيف انه انا بروجكت مانجر خلاص انا هتعامل معه كده لا بيتعامل على على اساس الاتيتيود حق الستيك هولدر الزول المالك حق المشروع ده دا داري شنو اوكي لانه مرات في سبونسر زول بيزنس مان كبير عنده كذا مشروع في مشروع بيكون عامله خساره لكن عايز بيو تفاصيل ثانيه شو اعلامي دار بيو مثلا يجوا ناس الناس الناس, الناس ناس المنظمات الخيريه يعملوا معه لقاءات دار يعمل بيو مثلا شغل يخسر ليزول زول عشان يلقى من وراه بيزنس ثاني وهكذا فانت ك كبروجكت مانجر بتعمل الحاجه الزول ده عايزها ما بتشتغل على كيفك يعني طيب جميل حنقوم نتكلم برضو عن الـ عن الريسبونسبيلتي حقت البروجكت ريسك مانجمنت كيف يعني ريسبونسبيلتي طيب في 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 نورم كده سايد الناس بيقول لك انه السيفتي ده از يور ريسبونسبيلتي از اور ريسبونسبيلتي يعني انه دي مسؤوليه الجميع يعني شنو مسؤوليه الجميع الكلام جاي من وين الريسك برضه قالوا مسؤوليه الجميع الكلام جاي من وين مسؤوليه الجميع تذكروا لما كنت في الاصاله السابقه قلت لكم انه الريسك ده بخش لك في كل النولج اريز بخش لك في السكوب وفي التايم بخش لك في السكيدول بخش لك في السكيدول والتايم واحد طبعا ده الاختلاف المسميات دي لانه الاديشنات مختلفه بيخش لك في البروكيورمنت بيخش لك في الستيك هولدر بيخش لك في الكواليتي بيخش لك في الـ كل النولج ارياس التين نولج اريز بيخش لك فيهم فانت لما تدخل الريسك مانجمنت على كل ديل حينتج لك تغيرات التغيرات دي انت مفروض يا تنفذها يا ما تنفذها على حسب منه على حسب الدوله المالك المشروع والناس المؤثرين عليه جميل ده فيما يتعلق بمحاضره الليله نمشي قدام نواصل طيب انت عشان تقول لايبل او لجيبل عشان تقدر تمتحن الامتحان ده ناس دي ما عندهم كلام الكلام ده انا لك من باب انك تعرفه بس لكن كلكم لا لايبل هيقول لك يا اخي داريين منك شهاده بكالوريوس ويكون عندك دربت 30 ساعه تدريبيه ويكون عندك 3000 ساعه ساعات عمل خبره في الريسك مانجمنت دي انا ذاتي ما عندي لكن سيرتيفايد عموما يعني فالحاجه دي دي ريكوايرمنت منهم لكن يعني انت ممكن تعمل لا لاب بطريقه او باخرى يعني زول اللي عايز يعمل الموضوع ده نحن جاهزين نعمله لو فور فري برضه عشان ما تقولوا احنا قمنا نقلب فيكم آه برضو لو انت ما عندك بكالور ديجري ممكن يكون عندك سكندري دبلومه ممكن عندك اسوسييت دبلومه او اي شهاده في ما يعني زي الدبلوم كده عندك دبلوم فالدبلوم بيقول لك يا اخي انت تاخذ 40 ساعه تدريبيه وتاخذ 4500 ساعه انا ما اعرف دي كم سنه انا في اربع سنوات على ما اعتقد ممكن يحسبوها اكتبوا لنا في التعليقات اني anyway, دي انت عشان تقدر تمتحن الريسك مانجمنت المفروض يكون عندك الحاجات دي لكن انا بقول انه انت حتى لو ما عندك الحاجه دي فممكن تمتحن ممكن تقدم للطلب حتى لو جاك اوديت الاوديت ده دخلوا لي ورا اللي قدام شو نتكلم عن الاوديت ذكروني له ممكن تمتحن برضو في الاخر طيب الابلكيشن اونلاين شوف ناس بي ام بي ام كل الحاجات قلبت اونلاين حتى هسه الامتحان بتاع بي ام بي اونلاين وماشيين انه باقي السيرتيفيكيتس كلها تكون اونلاين فانت بتقدم الابلكيشن حقك اونلاين في ابلكيشن فورم معين بتملاه للقصه الحزينه اللي من ربعنا احنا بنكون بنأخذ السيرتيفيكيتس يا أخوان انا ما اعرف هل انا بتكلم سريع ولا الكلام بتاعي واضح او ما كده كده دون الـ دون فيدباك في الـ في الـ في الكومنتس أنت المفروض تدخل على الموقع بتاع البي ام الموقع ده بيتيح لك انك تعمل ابلكيشن الابلكيشن بعد ما تعمل سبميت بيقوموا ناس البي PMI اي يردوا لك بعد اسبوع كده او اربع يوم هل انت لك تمتحن ولا ما مؤهل، هو بيشوف الحاجات اللي قلت لكم دي في الجدول اللي فوق ده آه بعد ذاك انت اذا جاك القبول بالايميل عندك 1 year to sit to this to this exam لازم يكون عندك يعني خلال سنه كامله المفروض عندك سنه كامله اخوكم الكاشف ده قدم الامتحان وجاء القبول وقعد سنه كامله وما امتحن لاسباب كثيره يعني امتحنت بعد بعد ذاك ثاني قدمت الابلكيشن وثاني امتحنت، فانت عندك سنه كامله بعد السنه لازم تقدم الابلكيشن مره ثانيه اوكي اللينك بتاعه www.pmi.org/slash certification/slash بتخش على الـ على, على نوع السيرتيفيكيت، تلقى كل السيرتيفيكيتس حقت بي ام اي في الموقع ده. آه مم يعني من الافضل انك يكون عندك ميمبر آه عشان تقدر تخش على اوفشالي على الكتب والتفاصيل دي. آه لكن لسه حاليا بقت كلها موجوده في كل المواقع اونلاين فري. واحنا عندنا برضه عندنا اذا عايزيننا بندي كلها فور فري برضه. طيب احنا كده طلعنا من من شنو طلعنا من انه انت عشان تمتحن المفروض يكون عندك شنو أسي ده نخش الامتحان جوا وركزين معاي، يعني في السلايد الفات بيتكلمنا انه انت عشان تمتحن الريكويرمنتس حقت فيها ما شنو هسه حاليا عايزين نخش جوا جوا الامتحان الامتحان ده يا اخواننا 170 سؤال ال 170 سؤال ديل برضه نفس الكلام بتاع البي ام بي البي ام بي 200 سؤال الار ام بي 170 سؤال ال 170 سؤال ديل فيهم 20 سؤال فور فيوتشر يوز يعني ما بصححوه لك لكن بيستخدموهم بيعملوا لهم عمليات خاصه بهم عشان يعرفوا انه هل الاسئله دي ممكن نضيفها للامتحان أو ما ممكن نضيفها للامتحان آه ما في بنالتي على الرونج انسر يعني انت اذا جاوبت السؤال غلط ما بدوك ماينس ما بدوك نيجاتيف الامتحان ده كله ام سي كيوز دور لكن دور زي الدور يعني يعني أحيانا في الامتحان قد تضطر إنك تستخدم سياسة النملة تجيب النملة تخليها تحوم وتختار لك لغير الناطقين بها يعني زي ما قال يقول أخونا عبد الرحيم ف ال ام شوية confusing وهي عبارة عن سيناريوز ما في تعريفات ما هو الريسك وما هو الستيك هولدر لا الكلام ده ما في. بيجيب لك سيناريو باعتبارك انت خبير انت ما قلت عندك خبره وعندك وعندك وعندك, وعندك. طبعا انا بقول الكلام ده ما حد لا عشان تكون عارف انت حتواجه شنو في الامتحان واسئله الامتحان عموما انت اذا قريت ما صعبه يو كان دو ات يعني وانا طبعا بقول للناس انه طالما همام دو ات يو كان دو ات مش لانه انا ما لانه انا ما بمزور قراءة شديد يعني بحاول يعني دعم مجهود ما موهوب ما جفتد في موضوع القرايه لكن بجب... بضغط نفسي عشان أقل. ما علينا ال... الامتحان بيتكلم عن 5 دومينز حتكلم على الدومينز السلاد الجاي طبعا الشهاده بتكون انك باس اور فيل يعني ما ما بقول لك انت مثلا يا نجحت يا سقطت ما في حاجه في النص يعني ما بقول لك انك انت جبت كده من 100 ما في سكور يا باس يا فيل وما تخافوا يعني ما 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 في زول ما بينشروا الكلام ده في الموقع انه انت نجحت او سقطت او كده ف وبرضه انا بحب بحب انصح على الناس نصيحه عشان ما يضغ... ما يغلطوا الغلطه انا غلطتها انك لما تكون ماشي امتحن بي ام بي او ريسك او نيبوش او اي نوع من السيرتيفيكيت ما تكلم الناس ده بريشر ما في له داعي انت بس خلي خشمك ده قافل امشي اقرا قرايتك لملم لم قروشك وابقى مارق امتحن وتعال لانه لو قعدت تكلم الناس وده ماشي ما عارف امتحن بي ام بي والله ما شاء الله وبتاع وكل فاتحين خشوم راجلينك شنو يا تنجح حضرتك حسب الزول علاقتك معه فما تكلموا ناس انه احنا ماشيين نمتحن ماشيين ناخذ كده ابدا البروسيس وانتهي منا وتعال على اليوم الشهاده ان شاء الله واذا ما رجعت افضل عارفك يعني فهذي البروسيس الافضل يعني دي, في البي ام بي انا طبعا عملت الاعلام طبعا لانه مسافر برا السودان وكده فلازم الناس تعرف يعني لكن في الار ام بي عملت الشغل ده كنت بموت زي ما بيقولوا الا عشيرتك الاقربين طيب طبعا في الدومينز بيقوم بيقول لك يا اخي انت في السكشن بتاع Controlling كنت بلو تارجت في السكشن بتاع البانين كنت اون تارجت في السكشن بتاع الاكسكيوشن كنت ابوف تارجت بيفصلوا لك ان انت نقاط قوتك وين وضعفك وين دي من الميزات اللي بيدوك لها بالشهاده بتاعتك المشكله بتاعت السودان في موضوع انه الامتحان ده ب 520 دولار اف يو a member. آه وممكن اذا كنت ما ممبر ب 670 دولار طبعا دي نولج ما ما ما, ما عندها علاقه بال الريفرنس عشان تقرا الامتحان ده عندك البيم بوك الكتاب الاديشن 5 وفيه تلات ثلاث شابترز شابتر 10 شابتر 11 شابتر 13 وعندك البيم بوك جايد اللي هو فيه ثلاث شابترات وعندك البراكسس ستاندر اللي هم كتابين براكسس ستاندر الكتاب بتاع ريسك اصلا طلعوه بي ام اي وفي البيم بوك عندك ثلاث شابترات المفروض تكون فاهمها اللي هي ستيك هولدر وكوميونيكيشن وريسك مانجمنت، هذا الشابترات دي المفروض تقراهم من كتاب لأنه بوك لأنه فيهم التولز والتكنيكس. أوكي؟ وفي امتحانات تعمل عليها براكتس. نمشي لقدام لأنه شايف الزمن سرقنا. أنا طبعاً بسرح مرات فأنتم ذكروني. آآآ آه الدومينز شنو؟ الامتحان ده حيسألك من الريسك استراتيجي أند بلانينج. هل أنت بتعمل استراتيجيات وتخطيط للريسك مانجمنت؟ بيسألك أسئلة في الحتة دي. بيسألك عن الستيك هولدر انجيجمنت، هل أنت تقدر تدخل الستيك هولدر في اتخاذ القرارات المتعلقه بالريسك مانجمنت بيسالك من الريسك بروسيس فاسيليتيشن الطريقه بتاعه تنفيذ الريسك مانجمنت عندك هل انت بتقدر بتاعه تنفيذها صح الاكسكيوشن بيسالك عن عمليه المونيتورنج الريبورتنج الاوديت والتفاصيل دي بيسالك عن سبيشالايز ريسك اناليسيز الطرق التحليليه حقت الريسك مانجمنت كل الكلام ده حنجيو الاسئله بتاعته بتتراوح في, في البرسنتج دي كلها هذه زي بتاعت 20 في المية البروسيس جروب حقتنا 5 بروسيس جروب خمسة إذا مشيتوا إيديشن اللي بعده تلقوهم ستة لكن ركزوا معي في الإديشن 5 أوكي ودل عليه والامتحان آه مصطفى بيقول لي الزمن مشى منه نص ساعة آه طيب الصوت واضح يا شباب الناس بتقول إنه الصوت واضح الصوت واضح بيسألوا عن الريتا والله ما شاء الله جابت ناس زاندر يا ابو حميد طيب نرجع الريسك فيو خمسه نولج اري انا هرفع صوتي ان شاء الله الصوت يكون واضح الناس في السودان تاكد لي انه الصوت ده واضح على ما لانه انا الاودينس حقني انا مستهدفون اكثر يكونوا في السودان طيب عندك التخطيط بتاع الريسك مانجمنت عمليه الاستكشاف او عمليه التحديد ايدنتيفيكيشن للريسك دي ال دي البروسيس الثانيه اللي هنقراها البروسيس الثالثه الكواليتيتيف ريسك مانجمنت اللي هي شنو او ريسك اناليسيس اللي هي التحليلات النوعيه للريسك بصنف الريسك على حسب نوعه عندك التحليلات الكميه الكوانتيتيف ريسك اناليسيز وعندك الريسك ريسبونسز وعندك الكنترول ريسك نمشي نشوف البراكسي ستاندرد ببني على شنو شوف خليك معاي في الجدول ده الجدول ده يا شباب اول رسمه دي معلش ثم ما مع جدول ده البراكسي ستاندرد اللي احنا حنفت النقرأ فيه وسي ملخص وليكم ده البراكسي ستاندرد اللي هو الكتاب بتاع البي ام اي الكتاب ده فيه البرنسبلز والمبادئ وكده بتاعت الـ بتاعت البي ام اي خلينا ناخذ لون احمر ده احسن ايوه ده البراكسي ستاندرد آه مبني على منو مبني على البيم بوك بيم بوك الفيفث ايديشن فيه البروسيسز مبني برضو على شنو مبني على الهاند بوك والتكست بوك والكورس اللي انت بتاخده هسه حاليا يعني من خلال الكورس حتفهم تقرا البيمبو كيف من خلال البيمبو حتفهم تقرا البراكتس ستاندر كيف well? طيب نمشي uh, نمشي يو شود نو اول حاجه انه البراكتس ستاندر دي بيديك المبادئ والفاندمنتال كومبوننتس حقت حقت السكسسفول بروجكت ريسك مانجمنت البراكتس ستاندر دي بيديك الاساسيات جميل لازم تفهم انه اي بروجكت اي مشروع ايا إن كان انت مفترض تتبنى له اليه بتاعت ريسك تتناسب معه كيف يعني؟ يعني انت اذا كان مشروعك تكلفته 2 مليار ما ممكن تدفع عليه 500 مليون في ريسك مانجمنت صح؟ ما منطق الكلام ده خصوصا اذا كان المشروع اصلا انت يتعامل كذا مره يعني مثلا عماره عماره عاديه طابقين ما زي حق عبد الرحيم محمد حسين عماره عاديه طابقين زي دي معروف انه الريسكات حقتها شنو صح؟ فما حاجه بتستاهل انه يكون في ريسك مانجمنت وهي الامانه زي دي لانه ريسك مانجمنت مكلف اذا كان المشروع بسيط لكن حنجي نعرف برضو انه اي بروجكت لازم يكون فيه ريسك مانجمنت ايا كان نوع البروجكت لازم تو ادوبت التكنولوجي او المفهوم ده عندك الكونسيبت ده برضو المفروض نفهم انه لازم تفصل الريسك بتاعك على حسب الاورجنايزيشن كلتشر يعني في 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 شركات ما عندها ريسك مانجمنت كلتشر ما ممكن تقول لهم يا اخواننا ننفذ ريسك مانجمنت ما عندهم الثقافه دي جديده عليهم ما فاهمينها فما ممكن تقول لهم ننفذ ريسك مانجمنت فهمت فلازم الـ الـ يكون الريسك مانجمنت براكتس متضمن في الثقافه حقت الشركه اللي تتعامل معها طيب خلونا نخش في في المهم بيقول لك انه تعريفات الريسك مانجمنت لان عارف الريسك مانجمنت البراكتس ستاندرد بيقول لك شنو دائما يا اخوان لما تيجي تتكلم عن ريسك انت بتتكلم عن uncertainty عدم التاكد او عدم التحقق او عدم المعرفه يا اخوان شوفوا الترجمه حقتها شنو دي هي اللي خلتنا نعمل ريسك مانجمنت لانه اي مشروع مبني على افتراضات الافتراضات دي انت اذا ما عارفها ما يعني ما متاكد انه التاثير حقها شنو فانت لا تشوف لك طريقه تحسب لك الحاجه دي فهمت علي يعني انا قصدي شنو قصدي انه مرات المشروع اول ما ابداو بيكون مستوى عدم التحقق او عدم الموثوقيه في الـ في في الاسامبشنز او في الـ في الـ في الاسامبشن خلينا نقول ما ما معروفه ما متاكد انت هل نسبه كلامك ده صح ولا ما صح بنسبه كم في الميه ما اعرف الريسك مانجمنت بيديك 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 طريقه تحسب بها الموضوع ده طيب الستاندر جاه ريسك مانجمنت بيتعرف عليه انه شنو ان event ايفنت اور كونديشن يعني اي ايفنت حدث ما فيه تكون ما فيه عدم تحققيه اذا حصل الحدث ده عنده اثر ايجابي او اثر سلبي اذا كان الاثر ده ايجابي بنسمي الريسك ده positive risk بنسميه opportunity فرصه انت نحن مفترض نعمل الفرصه دي حاجه ما عشان نستخلصها جميل مثلا كوفيد 19 الكوفيد 19 ناس الاونلاين سيرفيس استفادوا منه استفاده خرافيه ده بوزيتيف ريسك وطبعا ما بزيد بيقول لك انه كوفيد 19 ده حاجه كويسه لا ما حاجه كويسه لكن ناس الريسك ناس في تعريف الريسك بالنسبه لناس الاونلاين سيرفيس مساله بالنسبه لهم في غايه الجمال ومتمنين ان الكوفيد ال ال ده يتواصل شويه كده يديهم يديهم شويه زي ما قال ودي انها تبطي يعني شويه تزيد شويه كم اسبوع كده فده بوزيتيف ريسك بالنسبه لناس لكن نيجاتيف ريسك لناس كثيره برضه بيكون في ناس يتاثروا كثار ف نشوف الاوبجكتيفز uh, لازم يا اخواننا نحن في... في بنستهدف في الريسك مانجمنت انه نزيد الاوبورتونيتيز ونقلل منه الثريتس الثريتس اللي هو النيجاتيف ريسك النيجاتيف ريسك يعني مثلا زي ما قلت اسيد لكوفيد 19 عمل لوك داون للكوكب كله صح هو ده نيجاتيف ريسك وحنجي نفهم ليه هو نيجاتيف ريسك وهو unknown انون في البدايه بعد ذاك بقى نون انون بعد ذاك عملنا لوك داون وعملنا لوك داون ليه وهي الكلام ده كله احنا جينا نتكلم عنه آه الريسك مانجمنت ستاندر بيديك طريقه منهجيه انك تحاول تتعامل مع شنو مع الريسكات فاحنا كده عرفنا تعريف الريسك حسب الستاندر انه ايفنت لو حصل ممكن يكون عنده اثر ايجابي او سلبي في حاجه اسمها الايشو الايشو ده الريسك اللي احنا بنتكلم عنه ده اذا حصل بنسميه بنسميه ايشو وده زي ما بقول لك انه قاعد في البريزنت حاليا المشكله دي قاعده قدامنا هسه حاليا نزلت مطره طنبجت الخرطوم كلها فده ما كده ايشو لكن هسه المطره ما نزلت لها يعني إحنا نحن عندنا ريسك انه المطره دي حتنزل شهر 6 شهر 7 في مطر وكل سنه حنتفاجئ انه في مطر نزلت فنحن نحن بننتظر انه يبقى ايشو بعد كده نقعد نفتح الخيران وكده وضحت؟ طيب الريسك ايفنت انه احنا عارفين انه شهر ستة حيكون في في رسك. فهو سيناريو انه ممكن يحصل كذا 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 ذا ريسك ايفنت طيب الريسك تريجر الريسك تريجر دي آه بيقول شنو هذا عارض ممطرنا يعني في سحاب جا كده اسود وبتاع معناه شنو؟ معناه في مطره جايه صح؟ ده تريجر اوكي؟ از سيمبل از انا دائما بحب ان المواضيع تكون سيمبل جدا الناس كلها تكون معي آه معاي الريسك ريجستر ده بقى ورقه دوكيمنت فيو شنو؟ فيو كل الريسكات حقت المشروع يعني انا اول ما المشروع يبدا الريسك فاسيليتيتر او الريسك مانجر او البروجكت مانجر اي واحد شغال شغل الريسك حيقوم يعمل ليست فيها كل ال... فيها كل الريسكات انا شغال ليه مشروع في اقاصي الجنينه مثلا في ريسك سي بتاع بتاع سيكيورتي انه مثلا يمكن يكون في انفلاتات امنيه في ريسك مثلا بتاع انه آ... المواد بتجري من هناك في ريسك بتاع دولار في ريسك بتاع انه ما في ايدي عامله هناك في ريسك انه في قروش زياده حتقوم حت تديها في حاجه اسمها بدل شده بالدول الناس اللي قاعدين في مناطق الشده وهكذا في بتاع ما عارف ال في فساد في المنطقه دي كاعيان اعيان المنطقه عازين كده. وهكذا دي كلها ريسكات تقوم بتسجلها عندك في مفهومين مهمين في حسابات الريسك probability ان impact probability يعني the likelihood احتمالية حصول الحاجة دي احتمالية حصول الحاجة دي الناس السيفتي بيفهموا الكلام ده كويس الـ impact دي الـ لو الريسك ده حصل الأثر بتاعه هيكون قدر شنو probability and impact ممكن تحفظ اللايف أيوة دي كلها فري إن شاء الله طيب عايزين نشوف مفهوم مهم جدا اللي هو الـ role of risk of project risk management in project management دور الريسك مانجمنت شنو في آه في ما يتعلق بالبروجكت ريسك مانجمنت نشوف اول حاجه البروجكت ريسك مانجمنت از نوت اوبشنال اكتيفيتي الحاجه دي ما على كيفك يعني انت كبروجكت مانجر لازم تعمل ريسك مانجمنت لانه مشروعك ده مبني على انستي فيه فيو عدم عدم تاكد فيه نسبه معينه حق عدم تاكد انت ما وقت اكون متاكد 100% إنه مشروعك ده حيمشي بالطريقه دي برضو المفروض نعرف إنه الريسك مانجمنت هي جزء لازم يحصل له إنتجريشن مع كل الـ أريا Area الكلام ده قلته قبل كده مفترض إنه أي Uncertainties نكون نحن شنو نكون عارفينها أي أنس أي حاجة نحن ما متأكدين منها مبنية على Estimates وعلى Assumptions نقوم نحسبها نعرفها نسجلها يكون معلومة بالنسبة لنا آه <سؤال> انه الريسك مانجمنت هي ما بديل لكل البروسيسز يعني يعني ما ممكن الريسك مانجمنت تكون بديل لبروسيس ثانيه لا اي بروسيس لازم تاخذ وضعها في البروجكت لكن الريسك مانجمنت بيقوم بيضيف لها بيضيف لها اضافه نوعيه انه انت بتكون عارف انه مستوى عدم التحقق في الاكتيفيتي المعين ده شنو؟ قدر شنو؟ كم؟ اوكي؟ لازم برضه نعرف مفهوم الاتريشن او مفهوم انه الريسك مانجمنت ده لازم يتنفذ على امتداد المشروع طالما المشروع ده شغال لازم يكون ريسك مانجمنت شغاله انت بتتابع خطوه خطوه مع المشروع فيس فيس زنقه زنقه كله مع بعض بتكون عارف ال 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 البروجكت ماشي كيف وتشوف الريسكات اللي حتظهر لك لانه لانه الريسك ده ما بيجي طوالي في ريسك بتاع ماتيريال في ريسك بتاع بنزين ما في كهرباء قاطعه، ريسك بتاع ما في عمال، ريسك بتاع دولار زايد، ريسك ما اعرف دي كلها حياه ماشيه اون جوينج انت فرط تكون متابعة. علي الريسك ده بديك شوف لما تيجي تشتغل ال 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 quantitative risk analysis حريجي اتكلم عنها لكن خليني اديك عنها لمحه صغيره انه هي سوفت ويرز سيموليشن موديوليشن بروتوتايب بالعربي يعني الريسك ده لما انفذ انفذ الكوانتيتيف ريسك اناليسيس ده هيقوم يديني حاجات رقميه هيعمل لي سيموليشن يوريني انه مشروعي ده حيخلص يوم 1 واحد 1 واحد 2021 بنسبه 5% حيخلص شهر 6 بنسبه 60% حيخلص شهر 7 بنسبه 65 حيخلص 2022 بنسبه 80% طيب انا من خلال الرسم المباني البيان الظاهر لي من خلال كوانتيتيف ريسك اناليسيس طبعا انا ملسأ... طبعا بتكلم عن حاجه لسه ما شرحتها لكن عايزك تفهم انه الريسك ده ممكن يوريك انت هتخلص 200 وهتخلص بيسب... بتكلفه كم شفتوا الباور حقه الموضوع دي اللايف سايكل حقت المشروع اي مشروع في الدنيا دي اللايف سايكل بتاعته بيبدا بينيشيشن وبيقوم شنو؟ بيقوم بيواصل عادي ده ده انت بتستارتنج هنا انت خليني نجيب القلم في هاي دار قلم يا اخوان والقلم ما بزيد بلم طيب ده الستارتنج بتاع البروجكت شايف ده الكوست ده ال هنا ده الكوست يا اخواننا انه الكوست ده زايد كل مرة الصرف على المشروع ماشي زي دي حاجة طبيعية طبعا انت كل ما ماشي في المشروع كل ما صرفك زايد. تمام وده الزمن الاكسس الاكس اكسس في فيه التايم فاللي شنو؟ اللي بيحصل انت في الاول شغال بلاننج دي الستارتنج بروجكت شغال بتخطيط تخطيط تخطيط صرفك شوية ماشي يزيد بعد ذاك حتبدا الديزايننج للحاجة اللي تعملها بعد ذاك حتبدا كرينج اوت حيكون في بيك هنا طالع هنا طوال الشغل ده زاد القروش زادت شايف الليفل بتاع الكوستنج اند ستافنج زايد معك بعد داك تيجي الكلوزين خلاص المشروع بعد ده بدا شنو؟ بدا يجيف وينتهي وبعد داك حيقوم شنو؟ يحصل له كلوز. دي, س... دي اللايف سايكل حق المشروع. فلازم تفهم انك اثناء المشروع ده شغال لا تكون شغال ريسكي هنا وريسكي هنا وريسكي هنا وريسكي هنا. كل الحتات دي تشغل فيها ريسك مانجمنت. انت عارف انه اثناء الستارتنج في ريسكات في ناس بيعرضوا المشروع ما انه يقوم. في ناس يقول لك لا لا دا المشروع ده اصلا ما يقوم نهائي. المشروع ده زي مشروع النيوم بتاع السعوديه ده قايمين فيه نتائج جزيره دا. الاهالي ما يدري أن يقوم مشروع كبير واي شيء لكن ما يدري يقوم فهنا في ريسك مانجمنت شغلنا الازواج طبعا شغال فيهم زي ما بيقولوا مين احنا ما نخش في السياسه احنا ما لنا على اي حال نمشي خلينا نعمل كلير اول drawings، طيب خلينا نخش في موضوع ثاني الجود uh, ريسك مانجمنت براكتس نحن عشان نشتغل ريسك مانجمنت بطريقه محترمه يا شباب مفترض نعمل كومبلاينس بين الانترنال اند اكسترنال ريكوايرمنتس في مطر حصلت صح يلا ركز معي اشرح لك انا شغال ريسك مانجمنت المؤثرات اللي بتاثر على على المشروع في منها خارجيه في منها داخليه في ناس جوا شركه على المشروع ده ما قدر ينجح عندهم معك قصد عندهم مع المشروع ده قصد في مشكله في البونص ايا كان وفي اكسترنال افكتس يعني جاي من الحكومه جاي من الاعلام جاي من من منظمات دوليه ايا كان في اكسترنال فانت في ادارتك للريسك المفروض تعمل كومبلاينس يعني حاجه من جوا الحاجه من برا عشان تقدر تصل لتوافق لانه يا اخوانا تصل مرحله بيكون في راديكال ديسيجن انه انت تلغي المشروع نهائيا والحاجه انت بتعرفها من خلال ريسك مانجمنت بتقول والله آخر اخي المشروع ده ما همشي لقدام في ناس تخصصهم انهم يشوفوا المشاريع دي الفيها فيها مشاكل مشاريع متعثره زي مشروع اسمه شو المدينة الرياضية ومطار الخرطوم الجديد فالمشاريع دي متعثرة أي فساد ويشي لكن في في ريسكات معينة احنا ما قادرين نتعامل معها في في تفاصيل كثيرة فبيخش فيها بيخش فيها والانترنال افكتس برضه يا اخوانا لازم يكون في ايثيكال بيزس لازم يكون في اخلاقيات تعاملك مع الريسك لازم يكون اخلاقي ناس بي ما عندهم عندهم كود اوف ايثكس عندهم كود اوف ethics كود اوف ethics يعني عندهم اخلاقيات انا بتذكر استاذنا ابو كريسامي انا بعتبره الجود فادر حق البروجكت مانجمنت كورسز في السودان نحن تلاميذه يعني ديو التحيه من هنا كان حكى لنا قصه عن عن موضوع الاثكس ده انه الخواجات ده اللي عندهم الـ الـ الرشوه بتبدا من الهديه القيمة اكثر من 50 دولار لا بذكر الحاجه دي كانها الليله بقول لك انه نازل رشوته من فوق ال 50 دولار يعني لو زول اداك هديه شغال مثلا شغال في مشروع انت في الخلا جاك معتمد ولا والي ولا نار الضلع حميتي نار الضلع جاك رجعك بمثلا عربيه بيك او اي حاجه الخواجات بيقول لك الحاجه اللي رجعوك بها لو اكثر من 50 دولار ما تشيلها اقل من 50 دولار تشيلها الغريب انه 50 دولار دي في السودان بتعادل ما هي كثيره يا اخي بتجيب لك عموما ده الكود اوف اثكس بتاع الناس دي لكن طبعا احنا في السودان الحاجه ما ما الحاجه ما, ما ما مقبوله طبعا في الاسلام عموما يعني الناس المسلمين المسلمين لكن الايثيست والناس اللي ما عندهم ممكن يكون عندهم افكار ثانيه ما علينا ان شاء الله صوتي يكون واضح يا إخواننا. آه طيب نشوف periodic review should be conducted لازم يا اخوان احنا شغالين ريسك مانجمنت لازم يكون ال 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 يكون في ريفيو متواصل للريسكات انا ما عملت ورقه جبت دوكيمنت اسمه 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 ريسك ريجستر الريسك ريجستر ده احنا لازم شنو لازم يا اخوان نقوم نراجعه لانه في ريسكات حتبقى اوت ديتد يعني شنو يعني ريسك خلاص بقى من الماضي ما هيحصل لنا تاني. تجاوزناه اوكي اه طيب برضه يا اخوان الكستمر بيأثر يقول لك انه البروجيك الكبير لو عنده لو عنده فاليو كبير للكاستمر فحنس حنقوم ننفق في موضوع الريسك قروش كثيره مثال مشروع صد النهضه أنتم عارفين انه الريسك بتاع مشروع مشروع صد النهضه بياثر على دول بياثر على مصر عندهم بروباغندا ان المشروع ده هيعطشه. السودان بيستفيد منه صح؟ طيب النازل في ريسك على المشروع ده انه ممكن تقوم حرب عديد الحاجه دي محسوبه عندهم هم عارفينها وعشان وقاموا و... و... المشروع ده وعملوا اكسبت الريسك ده الاثيوبيانز ديل جيب جبلوا... له ال... المساله دي وتصل مرحله انه يغتالوا بروجكت مانجر الشغل بتاع البروجكت مانجر ده شغل حساس جدا جدا فدي مساله كريتيكال لما يكون الاكسترنال انفايرمنت هوستايل معاك يعني عدائيه في التعامل معاك فلازم تعمل حسابك فلازم الريسك مانجمنت يتوافق مع اهميه المشروع بالنسبه للدوله بالنسبه ليك انت بالنسبه 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 طيب حنجي لنقطه آه قال معظم الشركات بتشتري جاز سوق اسود كذا احنا بنجيب السوق الاسود ده وليه بقى في سوق اسود اساسا؟ ده ممكن يتناقش شو في الجروب ما في الـ ما في اللايف لانه البوليسيز حقت حقت المجموعه طيب ا type اوف ريسك يا اخوان عندنا تو تايب اوف ريسكس ان جنرال في بيور ريسك زي ما قلت لكم وفي speculative ريسكس او بزنس ريسك طيب المفهومين دول لازم تفرق بيناتهم تماما لانه السؤال ده بيجي كتير في بيجي كتير فيما يتعلق بال بال اتش اس اي ناس السيفتي بيتعاملوا مع بيور ريسك البيور ريسك ده لانه يا اخواننا لازم يكون نيجاتيف ما في بوزيتيف اتش اس سي ريسك يعني الحاجه عندها علاقه بسلامه الناس سلامه الاكويبمنت سلامه العاملين دي حاجه فيها لوس بس فيها فيها ثريت ما فيها اوبورتيونتي فده اسمه بيور ريسك تمام يعني مثلا اذا في مبنى حرق تقريبا في محطه حرقت امس محطه كهرباء عزازي ولا شنو فده هو بيضمن الاثنين طبعا لكن عموما البيرن ده الحريق بتاع الـ بتاع الـ المحطه دي هو عباره عن ريسك نيجاتيف ما ممكن يكون بوزيتيف اساسا فالريسك النيجاتيف ده عموما عموما بيكون فيه انشورنس تقدر تامن عليه فانا واظن طبعا المحطه دي مؤمنه عليها لكن عموما المهم إحنا يعني ما ما هنأي. عندك البيزنس ريسك ده اللي هو السبيكيولاتيف ريسك ده اللي هو ده اللي بنتكلم عنه احنا حاليا احنا شغالين ريسك في البيزنس في المشاريع بتاعه المؤسسه تمام ف اي مشروع ممكن يكون فيه ريسك بوزيتيف ممكن يكون فيه ريسك نيجاتيف فالمعلومه دي بس خلوها في بالكم نجي نشوف تصنيف ثاني للريسك الناس زي المصنفين الريسكات على ثلاثه انواع زي ما ظاهر عندكم حاليا عندك نون ريسك ريسك معروف ريسك ده معروف وشنو كلير واضح وما في uncertainty عارف انه جاي جاي وبنتعامل معه ده اسمه نون ريسك شوف ركز معي الكوفيد 19 ده هو جاي السودان هو نون ريسك لما جانا عارفين انه في كوفيد 19 وعارفين انه حاجي السودان حاجي السودان وعارفين انه حاجي عبر المطار وعارفين انه السودان ده حدوده مفتوحه وعارفين انه جاي صح فقلت لما جانا كان نون ريسك معروف وشنو اوكي واحنا صنفناه بزنس ريسك لانه اثر على شنو؟ على الاقتصاد بقى في لوك داون وفي ناس ما لاقيه تاكل وهكذا التصنيف الثاني هو نون ان ريسك طيب نون ان نون كيف يعني؟ هو انت عارف الريسك هو شنو لكن ما عارف الاثر بتاعه عارف الريسك وشنو، لكن ما عارف الاثر بتاعه انت عارف انه في مطره جايه في شهر سبعه في منطقه الجزيره لكن انا ما متاكد انه مستوى المطر ده حيكون اعصار حيكون المطر ده جايب معه هو المطر ده جايب معه وكذا، انت ممكن تكون في بريدكشن حسب ناس الارصاد لكن انت بتكون سيرتي 100% انه مستوى المطر ده حيكون قدر اوكي في ريسك بقى انون انون يعني ايه في ريسك معين انت ما عارفه وشنو وما هيتعامل معه كيف طبعاً صعب انك يعني تحدد تو سبيند فيو 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 ماني او كده فالريسك بتاع الكوفيد ده لما ظهر في في ووهان هو انون انون ما بعرف شنو، الناس بتقع في الشارع بتموت ما عارف انها مالها ما عارف انه في pandemic حصل له بريك ثرو اوكي فدي انواع الريسكات طيب حنقوم نخش في موضوع انا طبعا يا اخوان عشان تكونوا معاي في الصوره انا حاليا بعمل لك زي ما بيقولوا في فرشه كده عشان نبدا نبني على اساسها البروسيس اللي حابين نتكلم عليها عليها فلو لاحظتوا انا بنتقل كل مره من موضوع لموضوع بديك تعريفات وبديك مفاهيم ده ده الهدف بتاع بتاع المحاضره حق الليل فحاول خليك اوبن مايند أي كان مستوى الـ مستوى الباك جراوند بتاعك ان شاء الله يو كان كابشر سم انفورميشن فروم هير طيب عندنا اثنين ريسكس عندنا تصنيف اسمه الاوفر اول ريسك وعندنا individual risk individual يعني هو حادي over all الريسك الكلي طيب دايرين نقوم نصنف بين المفهومين ديل ال individual risk هو a specific event or condition that might affect project objectives الريسك individual ده بيأثر ليه على الاهداف معينه او مجموعه من الاهداف ده اسمه individual risk الاوفر اوفر اول ريسك بيأثر ليه على المشروع كله وده اللي ممكن ياثر لك على الزمن حق المشروع وياثر لك على على انه المشروع ده ممكن يحصل له لوك داون يقفلوه مره واحده ممكن المشروع ده يحصل له مثلا أه تاخير كله كله ياخره يخلوه بعد سنتين بعد كده ده الاوفر اول تمام ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف على, على 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 واحد الاوبجكتيف او كل الاوبجكتيفز نحن في الريسك مانجمنت بنشتغل داي باي داي على الانديفيديوال ريسكس يا اخوان احنا اثناء ما شغالين ريسك مانجمنت بنشتغل داي باي داي على شنو؟ على الاندفجوال ريسك، يعني شغلك اليومي ده بيتعامل مع الاندفجوال ريسك، ما بيتعامل مع اوفر اول ريسك، اوكي؟ لما تكون فاهم الاندفجوال ريسك بتقدر تتعامل معه حتس حتسبن فيها كم؟ حتصرف فيها كم؟ كزمن، كقروش، كافورت، كهيومن ريسورس، كماتيريال، ككده، حتصرف عليها كم؟ من خلال فهمك للاندفجوال ريسك الاوفر اول ريسك ده ممكن يكون زي ما قلت على كل المشروع يحصل لنا مصطلح اسمه ديسكوبينج يا اخوان ديسكوبينج ده لما انت تقوم تنقص الاسكوب دي اسمه ديسكوبينج ما شاء الله المصطلح ده مهم يا اخوان هل عندكم كبروجكت مانجرز او كايا كان ديسكوبينج ده لما مثلا يكون عندك عماره اربع طوابق تقوم تشوف لك طابق كامل برا دي اسمه ديسكوبينج لغيته ما في قروش في شكلها حصلت وريسه ما اعرف ناس اللجنه بتاعة طلعت منك وهكذا طيب it represent the exposure of stakeholder يعني ال 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 risk management overall risk ده بيأثر لك على بيتأثر لك بال هولدر وبيأثر لك على متغيرات اللي هتحصل على أساسه ومهم جدا في اتخاذ القرارات دائما السي او بتاع الشركة الجنرال مانجر حق الشركه البريزدنت ذاته حق الدوله بيتعامل مع الاوفر اول ريسك ما بيتعامل لك مع ريسك وما بيتعامل مع الاندفجوال ريسك الاندفجوال ريسك ده بتاع الناس الشغالين دي باي دي لكن انا لما اجي اخذ ديسيجن بشوف الاوفر اول علي شنو بقوم باخذ قرار بتاع لوك داون او قرار بتاع حرب او قرار بتاع مثلا الغاء مشروع مثلا او او كذا على حسب مثلا individual ريسك بقوم مثلا بقوم بعمل لما نقوم اخر اخر تنفيذ مشروع مثلا مشروع ده هيتاخر بسبب حاجه معينه فده individual ريسك لكن الممكن اعمل كلوز اوت لمشروع ده اوفر اول طيب حنقوم نفهم حاليا اهم حاجه انا عندي شخصيا في موضوع البروجكت مانجمنت والريسك مانجمنت كلها اللي هم الستيك هولدر ديل الستيك هولدر ديل يا اخواننا ديل ديل هم ذاتهم الناس اللي احنا مهتمين بيهم. ديل الناس اللي احنا شغالين لهم المشروع المشروع ده قايم عشان الستيك هولدر ديل اوكي okay. فاللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه الستيك هولدر هم منو؟ لو ظهر لكم الـ الـ في البروجكت ديل هما الستيك هولدر طيب خلينا نشوفها دومين دومين او خلينا نشوف مستوى مستوى اول حاجه هنا ده البروجكت يا اخوان البروجكت ده في تيم شغال عليه دي اسمه بروجكت تيم يبقى القلم يا ولد ركزوا معايا يا شباب ده البروجكت okay. اوكي ايا كان نوع البروجكت ده شنو ده البروجكت بيتاثر هو بي... بينفذ البروجكت ده منو اسمه بروجكت تيم البروجكت تيم ده فيه منو البروجكت مانجمنت تيم ده ده التيم الشغال في البروجكت اوكي في البروجكت مانجر للمدير حق المشروع في اذر ممبرز جايين من من اي شركه او سورس او ايا كان ده الممبرز يعتبر تعتبرهم يعني زي مثلا ناس شغالين معك اوت سورس عمال كده اوكي ممكن تعتبرهم من التيم ممكن تعتبرهم اذر تيمز ممبرز خبراء مثلا جبت لك خبراء يشتغلوا لك يشتغلوا معاك المشروع ده بيعتبروهم اذرز وفي اهم زول منه ده الجلابي ده ده سيد زي بسموه هنا راعي, راعي الحلال المدير سيدا اي حاجه يسموها على كيفكم دي سبونسر ده, ده زول الممول سيدا سيدا الثلاثه ف ده ده التيم اللي بياثر على منه بياثر على المشروع طيب ديل هم كلهم بالمناسبه كلهم اسمهم ستيك هولدرز لكن مستوى الأفكت بتاعهم بيختلف من ذول لذول خلينا نشوف مثلا البروجكت مانجمنت اوفيس البي ام او ذا اوفيس بتاع المؤسسه بيختص بذات المشروع بيشوف المشروعات ماشيه كيف في البروجكت البروجرام مانجر البروجرام البروجرام ده مجموعه من من المشروعات يسموها بروجرام عندك البورتفوليو مانجر بورتفوليو طبعا يسموها شنو زي مثلا شركه بتاع دال محفظه 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 استثماريه مجموعة دال دي فيها دائرة تجارية ودائرة زراعية ودال ما عارف دال فود ودال ما مهم كلهم ديل في شركة مؤسسة واحدة اسمها بورتفوليو وفي مشروعات شغالين ناس ناس دا دال ديل دا. طيب اذر ستيك هولدر ناس الحلة ال... هنا الاعيان بتاعين المدينة المعتمد ما عارف شنو ديل كلهم بيعتبرون اذر ستيك هولدر الاوبريشن مانجر الفانكشن مانجر السيلرز والبزنس بارتنرز والكستمرز ديل كلهم ستيك هولدر فشوف المجموعة دي كلها بتأثر لك على المسكين ده فانت كريسك مانجر مهمة شنو؟ مهمة لك تفهم الناس كلهم مفكر في شنو؟ شغلنا ده كثير كيف؟ انت مفترض يا سيد الغالي تفهم السبونسر داير شنو والاوبريشن مانجر داير شنو والستيك هولدر داير شنو انت تفهم الكومبيتيتورز ذاتهم الناس الضبط المشروع تفهموا دارين شنو؟ اوكي؟ okay؟ طيب احنا كده ماشيين كويس اخواننا إخواناً، آه ان شاء الله متابعين معي وفاهمين انا بقول في شنو؟ المحاضرة دي يا اخواننا مسجلة ما تشيلوها مسجلة لكم ندي يقول لها all our services for free طيب uh, stakeholder risk attitudes الاتيود حق ال stakeholder الطريقة اللي بيتعامل بها ال stakeholder مفهومة ال stakeholder يعني شنو نشوف الاتيود ده determine the extent to which individual of risk overall طيب ال ال stakeholder ده هو اللي بيحدد لك انت ها ها الريسك ده المفروض تهتم به ولا تدرجه. يعني شوف الترموميتر اللي انت بتقيس به واهميه الريسك ده بيتبني على الستيك هولدر. عيد إيه لك ثاني انت بتنفذ ريسك على قدر الحاجه الدايره للسبونسر، على قدر الحاجه الدايره الكاستمر، على قدر الحاجه الدايره المعتمد، على قدر الحاجه الدايره سيد الدكان، الدوله بتاع المشروع ده اللي بيهتم به ده بتقدم له ريسك مانجمنت بما يتناسب معه. مع امكانياته، مع ثقافته، مع كده. انت ما تشطح زي لانه شغل مكلف اوكي الريسك اتيتيود الستيك هولدر يا اخواننا بيقوم بيهتم بانه يزيد يزيد السيرتينيتي كيف okay, يعني؟ يعني ده يزيد لك مستوى التاكد من انه المشروع ده ماشي كويس يعني مثلا انا هقول لها يا باشمهندس انا هقوم اعمل لك ريسك اناليسيز وتجيب له النتيجه تقول له يا اخي انت مشروعك ده مشكلته في مساله التايم فانت مشروعك ده في الغالب حينتهي بعد سبع شهور انت اذا عايز ينتهي في اقل من كده وهرت تدفع كده لما المعلومه تكون في راسه هو فاهمها حيقدر يتعاطى معك يقول لك يا اخي يتخذ قرار يقول لك اسمع خلاص انا ممكن ادفع انهي لي المشروع ده في في اربع شهور يقول لك يا اخي جايني مثلا فلان الفلاني يفتح معي المشروع ده فلازم تعمل كده 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 وهكذا اتمنى يكون الفهم وصلك امبورتنت كومبوننت اوف ريسك مانجمنت بلانينج بريسيد ريسك ايدنتيفيكيشن اناليسيس قال لك لازم عشان قبل ما تعمل اي بلان لل 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 لل, لل للريسك واي تعمل اي ايدنتيفيكيشن وتعمل اي بروسيس عنده علاقه بالريسك قبل ما تبدا ريسك نهائي اول شيء المفروض تعمله انك تفهم انه الستيك هولدر ده عايز شنو؟ لا هم دول عندك طيب الريسك اتيتيود يا اخواننا عنده انواع نشوف اول حاجه في في ريسك في ستيك هولدر اسمه ريسك افيرس ده بيمشي جنب الحيطه ده ماسك الخشب ما بحب ريسك نهائي بدو ما بدور ريسك ما داري ريسك ده شغل نظيف كيف ده اسمه ريسك افيرس ثانيا لحظه طيب بيقول انه باب الاسئله نفتح باب الاسئله ونخدم يا مصطفى عندنا عشر دقائق طيب كويس حاقوم احاول اخلص الجزئيه دي ونشوف بعد ذاك انه المفروض نعمل اكسلريشن لانه انا شايف زي وسعت مستوى مستوى الشرح لانه عندنا 5 days وفي في زي 120 سلايد اباوت 27 سلايد ا داي حاجه زي دي فما علينا في ريسك سيكينج ده الزول اللي بفتش الريسك قاعد وين ده ريسكات ده الاوبورتيونيتيز بيحب ياخذ المخاطر في زول اسمه ريسك ناتشرال ده بيتعامل مع ريسك كانه يوم شوقي كيف يعني بيتعامل معك اوبجكتيف الريسك دي انا بشوفها اذا هي ظهرت انا بتعامل معها ما ظهرت ما عندي مع شغل كده شفت الريسك دي جات بقت كارد ظهرت بعد عامل معاه اوبجكتيفلي بتعامل معه وفق ما هي ظهرت ظهرت قدامي الريسك دي المطره دي نزلت بتعامل مع المطره بعد تنزل ما بت... ما بتعامل مع بتعامل معها قبل ما تنزل ما عندي شغله بانه يا اخي في سحاب جاي والارصاد الجوي قال ما عارف في كده الدولار زاد بتعامل مع الدولار ده بعد ما يزيد لكن حيزيد حيزيد 20 جنيه حيزيد 50 جنيه ما عندي ما شغلة، ده زول اوبجيكتيف بتعاون مع ريسك على حسب ما هي طيب عندك الريسك توليرنس توليرنت يعني شنو؟ يعني الزول ده بيتعامل ما بيشتغل بالريسك. ما ما بيشتغل بها. عنده سماحيه كده فاتح ما ما شغال بها هاي اذا جات اذا ما جات دي اسمه ريسك توليرنت. في ستيك هولدر زي ديل. لكن انت مفترض ما تتعامل مع ده كثير. لانه ما حيتعامل ما حيحترم لك الريسك. طيب آه انا مفترض اجيب هنا حسب ما قال مصطفى ونقوم نفتح باب الاسئله للناس واوعدكم انه بكره احاول اسرع الريتم ونقدر بعد ذاك نشوف هنكمل الموضوع ده كيف؟ كده انا هسه حاليا افتحوا لي افتحوا لي باب الاسئله انا جاهز يا اخوانا الاسئله اي زول عنده سؤال لحد النقطه دي يحاول ينزلوا لي في الكومنتس في الفيسبوك انا if I can answer it I will do it if I not I will search and come back في جروبات الفيسبوك وعفوا جروبات الواتساب ممكن برضه نتناقش فيها later اون فادوني الاسئله بتاعتكم مشكور ممكن تعرب المصطلحات وتتكلم انجليزي حاضر يا نفيسه هذه دوره ودي اول حلقه فيها والبرنامج عجبني يعجبك السمح. هي دي اول حلقه فيه ودي خمسه يوم اريد توضيح الفرق شنو بالضبط ما بين الكلينت والسبونسر الكلاينت والسبونسر اوكي 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 كلاينت اند سبونسر السبونسر ده جلابي ده ده زول راعي الحلال زول الممول الرئيسي للمشروع اسمه السبونسر الكلاينت ده هو ممكن يكون سبونسر يعني مثلا شركه الكهرباء عندها شركات اوت سورس فالشركات الاوت سورس بتعتبر الكهرباء هي الكلاينت فالكلاينت في اللحظه دي هو هو سبونسر فهمت علي؟ فهو ممكن يكون سبونسر وممكن ما يكون سبونسر ممكن يكون مثلا زي ما بقولوا ادفايزر او بيسموه الكونسلتنت ممكن يكون كلاينت سؤالك ده والله سؤال تكتيكي انا هبحث عنه لكن حسب المعلومه عندي حاليا انه هم ممكن يكونوا حاجه واحده طيب آه انا ما تابعت من الاول ممكن كيف رح على الشهاده تلقيها في الجروب حق نيوتن آه الكورس محتاج من شهر آه هل هي معتمده ايوه معتمده هل الريسك اتيتيود هل قال شنو ادم عبد الله منو الافضل فيهم وليه؟ ويا ريت لو ترتب لنا افضلياتهم ورا بعض بالترتيب، لا يلا يا ادم ما في افضليه. دي الريسك اتيتيود دي الطريقه اللي بيتعاطى بها الستيك هولدر حسب الباك جراوند حقه حسب هو جاي من وين، في واحد ما بحب الريسكات ريسك افيرس ما بدور الريسكات، واحد ريسك توليرنت ما شغال بها ذاته. وفي واحد ريسك تيكر دا يمشي ياخذ الريسك، واحد ناتشرال لو حصلت الريسك دي بيتعامل معه ما حصلت مع انه ما شغال. حسب الاتيتيود حقه يعني ده السلوك السلوك حق الريسك طيب وشكرا لشرح الوافق وي شكرا جزيلا هالمحاضرة ها المحاضره يوميه ايوه يوميه الساعه 8:30 بتوقيت السودان الساعه 10:30 توقيت مسقط توضيح اكثر في مساله التايب اوف ريسك اوكي التايب اوف ريسك قلنا في بزنس ريسك وفي بيور ريسك البيور ريسك ده بتاع السيفتي هذا السيفتي ده بيتعاملوا مع بيور ريسك يعني اصلا بيور ريسك دي يعني ما فيه بوزيتيف يعني حاجات كلها تحصل نيجاتيف تفهمها كده انه البيور ريسك ده ما فيه بوزيتيف آه ما فيه ما في ايجابيات فيه اطلاقا لكن السبيكيوليتيف والبزنس ريسك ده فيه بوزيتيف ممكن يكون فيه اوبورتيونيتي انت ممكن تفوز تاخدها. بين الاونر والسبونسر ممكن الاونر هو نفس السبونسر ايوه ممكن يكون نفس السبونسر بالنسبه للتسميات دي آه ما يعني ما آه هي سيوريتيكال اكثر منها من براكتيكال يعني انت بعدين في الـ في الـ في السايت ما بت... ما بت... يا قلت اونر يا قلت قلت اونر او قلت سبونسر هو نفس الحاجه فدي مساله بتاعت فوكادر لكن طبعا بيكون في لغويه في مساله في فرق بيناتهم خلينا نبحث برضو عن السؤال ده سؤال مهم واتس ابوت ريسك كنترولز دي اخر محاضره ريسك كنترول يا محمد ممكن تدينا السورس ماتيريال بليز جدا يا محمد نارو نديك السورس ماتيريال في الجروب بتاع جروب واتساب في نيوتن خش عليه وبيدوك ال بيدوك ال شكرا محاضرة جميلة وشيقة، شكرا لك يا عمار، خلي اللايف محفوظ، طيب يا مصطفى ندى العزيز اللايف. مصطفى في زمن ولا خلاص؟ احنا نختم. الساعة عندنا هنا وصلت 11، 12 إلا 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 تلت. في أسئلة ثانية يا شباب، طيب في مشاريع هاي هاي ريسك، هاي ريورد هاي ريسك. هل من مصلحتك كمدير كم مشروع إنه أقنع على سبونسر إنه ياخذ الريسك؟ طيب طيب طيب، ده سؤال برضه جميل. شوف الهاي ريسك دائما يا اخوانا الهاي ريسك عندها هاي ريورد دائما يعني انت لما تاخذ ريسك عالي بتاخذ ريورد عالي لكن لو وقعت بتوقع الدرجه طبعا لكن مساله اقناعك للسبونسر ده الا اذا كان عندك بنفيت منه هو عموما المفروض البروجكت مانجر ده ما يكون عنده علاقه كثيره مع مع علاقات السبونسر يعني انا بشوف كده انت كبروجكت مانجر الا اذا كان عندك مثلا نسبه معه شغال معه بالنسبه انت ممكن تقنعه اذا بتخسر معه اخسر معه لكن انت كونك تعمل تسويق لمساله انه هو ياخذ المشروع ده يأخذ المشروع ده الا اذا كان في بنفيت شخصي لك او بنفيت على مؤسسه انت بتنتمي لها عندك لها اهميه او كده فده حسب حسب انت علاقتك مع السبونسر ده علاقتك طبيعتها شنو مع السبونسر ده هل هو يبقى لك اخوك زوج اختك طيب جروب نيوتن وهل ممكن نتواصل معاه مباشره ممكن يا ايه ايه ما شاء الله طيب ها ممتاز يا مهندس عمار نسبة كم من الجاهزين ممكن تقدم الدورة؟ أي دورة يا أخواننا أي دورة بتاعت أي أي مساق ما بتديك ما بتديك أكثر من 5% من النولج أي دورة يعني مهما كان الزول بيشرح لك ده ما بديك أكثر من 5% الباقي ده مسؤوليتك أنت تبحث تفتش تفتش لك يشرح لك ثاني تفتش امتحانات قديمة وهكذا تاخذ دورة ثانية تقرا تقرا المراجع تقرا مراجع زياده دي كلها ممكن تفيدك تحل أس اسئله كثيره لكن بما يتخصص بالريسك مانجمنت ده الدار تاخذه من بي ام اي ده انا بديك الداتا اللي بتنجحك ان شاء الله بس لكن انت تقرا يعني طيب اقناع الستيك هولدر على المالك ولا على منو؟ سؤال جميل اقناعه بشنو؟ انت تقنع الستيك هولدر ده بشنو؟ ذاته وعايز تقنعه ليه؟ فانت بتقنع الستيك هولدر ده ما هو مؤثر لك على مشروعك ده اذا هو نيجاتيف بتحاول تقلل النيجاتيفيتي حقته اذا هو بوزيتيف بتحاول تزيد البوزيتيفيتي حقته انا بكره ان شاء الله بعمل لي هنعمل لي نوت دقيقه انه اجيب لكم الستيك هولدر ريسبونس في زي مخطط كده بوريك انه مانج كلوزلي او كده الحاجز في البي ام بي انا بجيبها لكم اللي هو الاسبونسر المهم منه والما مهم منه والمهم بتعامل معه وكيف مهم بتعامل معه وكيف طيب ده بيتكلم عن المهندسين العرب مسيطرين على طريقه الشرح يعني احنا نتكلم معاهم بلغه بلغه نتكلم لهم خليجي يا انس ما مشكله خلاص تمام بقوم برفع مستوى اللغه بتاعتي انا اسف <applause> هزر معك عادي عادي ان شاء الله بقوم بنحاول ندخل السودانيين في مساق الشرح بتاع البروجكت بروجكت مانجمنت وريس مانجمنت صح انه الناس الـ الناس الـ المصريين عموما مسيطرين على المساحه حق التدريب التدريب العرب عموما طبعا لانه طبعا هم لغتهم مفهومه لدى كل الشعوب يعني ناس عادل امام ما قصروا مع الناس فنحن لحد ما وصلنا مرحلة عايزين زمن يعني طيب مصطفى ممكن تحفظ لنا المحاضره جدا يا ابي احفظها لك بيبو ما بيبي طيب خلاص تمام نحفظها يا مصطفى اعتقد انها محفوظه هل في هل في زمن ثاني ولا نختم يا مصطفى؟ عايز تركز على المخاطر الماليه الفاينانشال ريسكس ايوه ال الفاينانشال ريسك طبعا هي مس هي جزء من ال من النولج اريز اللي هي الكوست مانجمنت والريسك مانجمنت بيخش لك فيها بقوه عشان تقدر تفهم آه... عشان تقدر تفهم الفاينانشال اتيتيود حقك ماشي كيف طيب طبعا في دي في سلايدات ثانيه لكن حنكملها بكره طيب انا هختم حاليا بشكركم شكر جزيل لازم تجوا بكره الساعه 8:30 عشان نقدر نواصل الحاجه اللي قطعناها دي ونكمل عليها البلان ريسك مانجمنت آه التفاعل ممتاز 129 نفر لحد اخر المحاضره في اللايف دي حاجه انا بتشرف بها جدا وان شاء الله الاقيكم بكره على خير رمضان كريم والاسئله ممكن تسالوني باقي الاسئله في الجروبات حقه الواتساب واشكركم جزيلا همام احمد السلام عليكم